حياكم الله جميعا من مجمع بيشيلدز. يا جماعة المجمع هذا أنا ليش حبه بالذات؟ لأنه يعتبر من أول المجمعات اللي اشتغلت عليها وكانت الأكثر طلبا ومبيعا، يعني تقريبا بيعنا في المجمع هذا فوق 40 شقة. قولوا ليش؟ السبب الأول والأساسي اللي هو وجود المسجد مباشرة تحت الشباك، زي ما تشايفين شايفين قوة الهواء كيف ما شاء الله تبارك الله. وجود الجامع هنا، مجمع مكانه ممتاز جدا، وهذا الإطلالة على البحر زي ما تشايفين. أنت من الدور الأول تقريبا في المجمع هذا كله إطلالة البحر واضحة، وإطلالة الطبيعة هذه ما شاء الله تبارك الله ما تكفي عليه. زي ما تشايفين المجمع يتكون من 6 أبراج، عندنا الجامع هنا، عندنا مدخل هنا، عندنا سيارات موجودة تحت، في بقالة تخدم، جلسات خارجية هنا موجودة كلها على الإطلالات، إطلالة جميلة جدا. شايفين كيف؟ إحنا الآن في عز الصيف، تقريبا اليوم 30/7، شوفوا نسمة الهواء اللي تدخل هنا كيف؟ يعني حتى المكيفات اللي مركبينها هم احيانا اذا فتحت الشبابيك صراحه ما تحتاج المكيف. طيب الان اشرح لكم الشقه. الشقه عباره عن 3 غرف صاله، 150 متر مربع، الشقه مؤثثه زي ما انتم شايفين، اثاث جاهز مكيفه. عندنا الصاله تقريبا نتكلم هنا عن 25 متر، خلينا نجي من هنا. هذا المدخل، مدخل كبير ما شاء الله تبارك الله. عندنا الصاله اول شيء على يدنا اليمين ما شاء الله تبارك الله، الصالة 25 متر، حاطين الأثاث مكيفة. عندنا بعدها المطبخ، شوفوا المطبخ ما شاء الله، هذا المطبخ طبعا مجهز بكامل الأجهزة الكهربائية. عندنا بلكونة هنا، بلكونة نتكلم على تقريبا 12 إلى 13 متر مربع. البلكونة يا جماعة ممكن تقفلوها زي الزجاج هنا، وهذه إطلالة البلكونة ما شاء الله تبارك الله. أخي الجمعة هذه ما قلت إنه الميزة الهواء مفتوح، عندك الهواء كذا يعني من الشمال للجنوب، فما تحتاج حتى ممكن المكيفات. الان لو جلست هنا على الاطلاله الجميله هذه تستمتع ما شاء الله تبارك الله. وهذا الجامع جميل، هذه ميزه صراحه انا اشوفها. مواقف السيارات موجوده، مجمع ما شاء الله من امن ما يكون، من اجمل ما يكون. طبعا شفنا المطبخ، هذا المطبخ، هذه البلكونه. سعر الشقه هذه 110 الف دولار فقط بالاثاث، جاهز بس تعال اشتري، استلم مفتاح، تعال اسكن وصيف هنا او استثمرها بالتأجير. شفنا المطبخ، الصالة، الموزع. شوف الان الغرف، هذه الغرفة الاولى، شوفوا يا جماعة سريرين مع الدولاب موجود وايضا مكيفة. نشوف عندنا الحمام الاول هنا وانتم بكرامة. هذه الغرفة الثانية برضو حاطين سريرين مع دولاب مع مكيف، وإطلالتها خلفية على الألعاب، مجمع فيه كل شيء، ألعاب أطفال، مواقف سيارات، كل شيء موجود. حراسة أمنية طبعا، إدارة المجمع برضه كويسة. هنا عندنا المروش والحمام الثاني، طبعا 3 دورات مياه وأنتم بكرامة. عندنا غرفة النوم الرئيسية، فيها مغسلة ومروش، وأيضا هذه غرفة النوم الرئيسية زي ما أنتم شايفين، مساحتها 150 متر، إحنا في الدور الرابع، وأيضا بلكونة خلفية هنا. حط فيها تمديدات المكيف. طبعا ممكن تاخذ الشقة هذه تصرف عليها كذا 10,000 دولار، تطلع زي اللوز، تسوي أوراق جدران، ممكن تغير بعض الأثاث، لكن بشكل عام موقع المجمع، الخدمات، الإطلالة، قربها من المطار، احنا مقابل المطار مباشر، بوريكم شيء الآن. شوفوا ممكن طولنا عليكم، لكن شوفوا مدرج المطار واضح من هنا، يعني هذا مدرج المطار، شوفوا إقلاع الطيارات من هنا. هذه الشقة للبيع في طرابزون مقابل المطار مباشرة، في بيليتلي 110,000 دولار من بروج العقارية.